الاسم الكامل جمال بن عمار، مزداد بوهران الجزائر، سنة 59. تم الطرد ديالنا سنة 75 95. كانت في عمري انا هذاك 17 نعم و 8 شهور على ما اظن، يعني شهادة حية يعني كان عقل عليها. قبل من الطرد ديال المغاربة كانوا اونيتي سويفي اي كونترولي بار ليتا الجيريان اي بار الاستخبارات ديالهم، حيت الوالد ديالي كان هذاك مقاول، وكاع المغاربه اللي عندهم ممتلكات وعندهم ضيعات وعندهم الارزاق ديالهم كلهم كانوا متبوعين من طرف الاستخبارات الجزائريه. هادو خلاوهم حتى لافين دو ديسمبر، باسكو العمليه ديال الطرد ماشي غير بدات في ديسمبر ولكن انتهت حتى لشهر فبراير. 45 ألف مطرود، حنا حسينا 45,000 اكسبلوسي دالجيري، ولكن خصنا نحسو بان كل عائله تتراوح ما بين 5-8 الافراد. حنا قبل من هذا انت 17 سنه، كيفاش عشت ديك اللحظه؟ والديك، خوتك، وسط الجيران ديالك؟ كان العيد كنسمعوا بان المغاربه كيجر خلاو الذبيحه ديالهم على القا، والعيد اضحى ستانجور ساكري، راه يعني اللي غادي ترجعني للوراء باش نذكر هذه الايام السوداء، ويعني راه القلب ما يتحملش هذا الشيء. معاناه رهب عشناه حتى وصل الدور علينا حنايا. الوالد ديالي اختطفوه لمدة 9 أيام ما شتناش، هو في المخفر ديال الشرطة، حتى جردوه من جميع الممتلكات ديالو. كان مقاول، كان تيدير مقاولات ديال لا بلومبري، وكان في الفوج ديال لا ريفوليسيون مودرن ديال الجيريا هذاك ليبوك. وكانت عندنا دار فيها 200 متر كاري، وتم الطرد ديالنا، ومالغري حنا كنا مقيمين في الجزائر، مقيمين بقوانين ولي كات سيجور ما كانوش توفاو يعني ديال الاقامه ديالنا، يعني وين ما كانت توفى الاقامه ديال الوالدين كيصابوا لي كات سيجور. اللي كان تيجور باقي عندي انا، اللي عندنا باقي عندي انا، اللي كان تيجور باقي ما توفاوش الوقيته اللي تم الطرد ديالهم، وجردوه من جميع الممتلكات ديالو، حيدوا ليه الكونت بانكر، الفلوس اللي كانوا في لا بانك، حيدوا ليه يعني دو ماغازان ديال ماتيريو دو كونستركسيون. يعني كاين ماشي غير انا اللي كنهضر على راسي، راه 45,000 مغربي، كاين اللي كان عنده فران، كاين اللي كان عنده العمارات، كاين اللي كان عنده المرأب ديال دي كاراجيست دي تورنور، كاين اللي عندهم ضيعات يعني دي فارم، كاين اللي عنده خلال لي فارم بقر، يعني مأساة يعني الدراري الصغار خلاوهم بلا حليب في المخفر، الناس خرجوهم من لي زوبيتو كيتعالجوا، الناس كانت المراه نفسها الا كان كذلك واحد المساله، وهو الا كان رجل مغربي يدي ولادو يخليهم المراه بحيث انها جزائريه، ولا كان رجل جزائري يحيدوا الوليدات ويصيفطوا المراه وتيوقع يفرقوهم، وكاين العدد من هذه الحالات. كذلك عشنا واحد الفتره ديال سنتين في وجده، البرد القارس معروف وجده بالبرد ديالها تبارك الله ما شاء الله، شال لابس سيدي يحيى ورجال البلاد كما خلاه. على اي حال عشنا المرار. بعد سنتين تم التوظيف ديالنا كان
يعني تقريبا النصف ديال المغاربه اللي كانوا جاوا من الجزائر الناس كبار يعني تفوت تجاوزوا 45 48 سنه، يعني 48 سنه خدموا في الاداره المغربيه، خرجوا على 60 تقاعد 60 سنه، 60 سنه كاين اللي توفى بقات لا بونسيون ديال لا ريتريت فيها 300 درهم، 300 درهم واش غادي يخلص الكرا ولا حقا؟ كان ثاني الناس اللي خدموا في وزاره التعليم عطاهم وظائف سكنيه، تم خدا تقاعد قالوا لا خاصك تخوي، هادو الناس فين غادي يمشيو؟ كذلك خلى دار قداش في الجزائر، تم الطرد ديالو من الجزائر، حنا ما استفدنا والو، حنا نضرينا، حنا بغينا اللي ينصفنا. حكومات اللي جاوا من عهد سيدي محمد بوستة الله يرحمه الله ويوسع عليه الرحمه الى يومنا هذا، حتى شي يعني حكومه اولا حزب هضر على المغاربه المطرودين من الجزائر، ولا طرح مشكل ديال المغاربه المطرودين من الجزائر، لا في قبه البرلمان الا القليل، الى القليل. وهذا الملف عنده الثقل ديالو، هذا الملف خاصو يتحط بحاله بحال الملف ديال الصحراء، لان عنده ارتباط بالصحراء، لان لقيت سيدنا الله يرحمه ويوسع عليه الرحمه كان دار مسيره الخضراء، ما نقولش الكبرانات ديال الجزائر، لي غارد فورستي ديال الجزائر، لي غارد فورستي، هذوك لي غارد فورستي هما داروا مسيره سوداء، داروا مسيرات سوداء، تم طرد 45,000 مغربي، وهذو 45,000 مغربي حاليا حقا اندمجوا ولكن كيعيشوا معاناه، كيعيشوا معاناه. حنا بغينا سيدنا الله ينصرو، الله يطولنا في عمره ينصفنا، بغينا سيدنا اللي بغيناه يشوف بعين الرحمه والتفاته ملكيه لهاد المغاربه المطرودين من الجزائر.